إن الرئيس أوباما يحاول أن يقصد ود العالم الإسلامي وبدلا من معاداته والتعامل كما كان في عهد بوش من خلال عداء وتشويه لصورة الإسلام وما قد أصبح هناك من تغيير في السياسة الأمريكية، وأن الرئيس أوباما يحاول بقدر الإمكان أن يتوخى الحكمة في سياساته مع العالم الإسلامي والعرب، وأن يكون هناك أيضا اتفاقيات سلام تتم في عهده بين العرب وإسرائيل قدر المستطاع.